السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا أينما كنتم، أحييكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي المشهد اليمني. هذه المرة آتيكم بحلقة جديدة من هنا من اليمن، وتحديدا من مأرب، مأرب التاريخ والحضارة كيف لا، وهي مقر عرش بلقيس. حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي بنتناول فيها كثير من معاناة الشعب اليمني، والتي طالت مع هذه الفئة الباغية، تلك الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، والتي كبدت الشعب اليمني معاناة كبيرة، لم تكن فقط في القتل والتنكيل، وإنما كذلك في التهجير الكثير من الأسر اليمنية التي غادرت منازلها وغادرت يعني بلادها كما يقال هنا في اليمن، غادرت محافظاتها هربا من بطش الآلة الحوثية المدعومة من إيران. أرحب في هذه الحلقة مشاهدي الكرام والتي آتيكم بها من هنا من مأرب بوكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح. حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا، شكرا جزيلا على قبول دعوة قناة الإخبارية. أهلا وسهلا بكم في محافظتكم، محافظة مأرب، مأرب اليمن واليمن مأرب، ونرحب بكم بين أخوتكم لنقل الصورة الواقع الذي يعيشها اليمني، وبالذات أبناء المحافظات الذين يتوافدون حتى هذه اللحظات ونحن جالسين، والهاربين من ميليشيات وبطش الميليشيا الحوثية الإيرانية التي أوغلت في الشعب اليمني. فأهلا وترحيبي بكم في محافظة مأرب. شكرا لك دكتور، وكما أرحب مشاهدي الكرام الأستاذة رضية النجار، وهي ناشطة اجتماعية ومسؤولة سابقة كذلك في وزارة التعليم اليمنية. حياكم الله أستاذة رضية. حياك الله أستاذ ناصر، أهلا وسهلا. أهلا بك، تشرفنا بحضوركم هنا في مأرب الحضارة، مأرب التاريخ. فعلا المحافظة التي استقبلت العديد من النازحين من جميع محافظات الجمهورية، وأصبحت تستقبلهم بصدر رحب، فنحن نرحب بكم في هذه المحافظة الجميلة والرائعة جدا، وسعداء بالمشاركة. أهلا وسهلا، أكيد أستاذ رضية راح نتواصل معك وناخذ منك انطباعات كثيرة خاصة فيما يتعلق بالنازحين وأوضاعهم، وأنت واحدة من نزحوا هربا من هذه الآلة القاتلة. دكتور عبد الرب، يعني أنا اليوم في مأرب أناقش قضية تهجير الناس الذين خرجوا من المحافظات المهمة وخاصة من صنعاء وما جاورها، يبدو أنهم تركوا يعني خلنا نقول الأخضر واليابس، تركوا كل شيء وجاءوا إلى مأرب. كيف استقبلتهم مأرب؟ كيف الأمور؟ أعطني وأعطي المشاهد الكريم في بداية هذه الحلقة نبذة، كيف تسير الحياة في مأرب مع النازحين؟ الحقيقة أخي العزيز، أرحب بك وبالمشاهدين، ونضع أمامكم صورة لكل أبناء اليمن الذين أتوا إلى محافظة مأرب. محافظة مأرب أنتم تعرفون قبل وصول الميليشيات الإنقلابية في المحافظات التي يسيطرون عليها، تم تهجير أبناء اليمن، هم ضيوف أعزاء لدينا في محافظة مأرب. محافظة مأرب كان عدد سكانها تقريباً 480 ألف إلى 500 ألف نسمة في 14 مديرية. كانت هذه المدينة التي هي عاصمة المحافظة سكانها 38 إلى 40 ألف نسمة. اليوم تقريباً يقطن محافظة مأرب من خلال، طبعاً سيسأل المشاهد كيف عرفتم أن هناك 2 مليون و 800 ألف نازح موجود في محافظة مأرب؟ طبعاً من خلال المقاييس، استهلاكات الكهرباء، استهلاكات أيضاً تقديم الخدمات، تحسين المدينة من خلال النظافة، أيضاً من تقديم الخدمات التي يقدمها أخوتنا وأشقائنا للأخوة النازحين في محافظة مأرب. محافظة مأرب بفضل الله عز وجل وبتعاون أبنائها من جميع المديريات اليوم تشهد أمن واستقرار بفضل التحام أبناء المحافظة مع جنود الأمن والقوات المسلحة للحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه المحافظة. هناك تقريباً 2 مليون و 800 ألف نسمة من النازحين يتكتل جلهم في عاصمة المحافظة ومديرية الوادي، أيضاً هناك مخيم آخر، مخيم الخانق، وأيضاً مخيم دنا والروضة، وأيضاً هناك مجموعة موزعين
في بقية مديريات المحافظة. أنتم تنظرون يعني هنا في عملية التنمية المستمرة، التعليم أيضا يعني كانت هناك جامعة فيها 400 طالب وطالبة، اليوم جامعة كانت كلية واليوم جامعة سبا يقطنها 6000 طالب وطالبة. هذه الجامعة اليوم استوعبت أيضا أبناء اليمن الذين شردتهم الميليشيات الحوثية سواء من مكاتب التربية والتعليم أو من الجامعات. جيد. الآن أستاذ رضية، أنت يعني أنت نموذج كذلك لمن عانى من هذه الميليشيات ومن يعني هرب من بطشهم، توجهت إلى مأرب، أنت قادمة من صنعاء. برأيك ما يعني ماذا يحتاج هذا القادم أو خلينا نقول الإنسان اللي أجبر على ترك منزله وقريته إن كان في قرية أو محافظته إذا قدم من هذه المحافظات؟ طبعا من أصعب الأشياء التي كنا نتخيلها أن احنا نخرج من محافظتنا إلى محافظات أخرى، لم يكن في بالنا ولا في خيالنا أن الحرب ستستمر هذا الوقت الطويل، أو أن احنا فعلا سيأتي يوم وتأتي فئة مسلحة تخرجنا من بيوتنا ومن محافظاتنا. ففعلا أصبنا بألم شديد أنا وغيري من النازحين في محافظة مأرب، كما ذكر الدكتور عبد الرب مفتاح ما يقارب 2,800,000، أنا أقول 3,000,000 أو يزيد، لأنها مخيمات عديدة بحسب اطلاعي على المخيمات في كلية المجتمع. في مخيمات الأسر 750 أسرة، وأنت تشوف كم يعني عدد الأسرة هذه. مخيم الميل أيضا 350 أسرة أو 370 أسرة، مخيم الخانق أيضا في هذا الأعداد. ففعلا في مخيمات كثيرة في محافظة مأرب، كثير مننا نزح إليها في المخيمات، في كنتيرات يسمى، ناس سكنوا في الكنتيرات بدأوا يصنعوها بأيديهم أو أني موجودة، أو المهم أنه استحدثوا أماكن للنزوح والسكن فيها. فالنازح يحتاج إلى أشياء كثيرة. المخيمات حتى هذه اللي شكلت الآن وانتجت، بتلاحظ أكيد هتحصل فيها مشاكل رغم التسهيلات التي حصلت لنا في محافظة مأرب، لكن في المخيمات أيضا فيها مشاكل كثيرة، مشاكل صحية، مشاكل تعليمية، مشاكل الكهرباء، بعض الأحيان تحصل مشكلات كهربائية، شورت كهرباء، هذه كلها ضغط على المحافظة. زي ما ذكر الأستاذ كانوا 450 ساكنين المحافظة، الآن 3,000,000 وشوية، فكم ستستوعب هذه المحافظة؟ فعلا النازح يعاني من أشياء كثيرة، في سواء في المخيمات سواء في الكنتيرات سواء في الإيجارة الذين هم الآن مستأجرين غير النازحين اللي هم ساكنين المخيمات. جيد. من هناك من هنالك من تعز مشاهدي الكرام، نأخذ هذا التقرير الذي يحكي معاناة النازحين في تلك المنطقة. نحن هنا نحن في مأرب لا نناقش فقط هذه القضية في مأرب فقط، ولكن في كل اليمن، لأن المصاب جلل وأصاب كل اليمن. في هذه المدرسة بتعز يقبع العديد من المهجرين من الحديدة بعد أن طردتهم ميليشيا الانقلاب. البعض من هؤلاء هربوا خوفا من التجنيد الإجباري الذي تقوم به ميليشيا الحوثي، والبعض الآخر هرب خوفا من الاعتقال. حالهم حال الآلاف من المهجرين في محافظات عدة بعد أن بطشت بهم ميليشيا الحوثي واعتقلت آخرين. والله عملوها ضغط الحوتة وضربوا صوتهم في المحوات مش بكتورة، وقالوا جندوا الأطفال والشباب وخرجوهم من بيوتهم، بهذروا بهم شردوا بهم تشريد، وعملوها الضغط كان تيجي دورية الساعة 2 في الليل كل حارة. واقع المهجرين في تعز وريفها كالمستجير من الرمضاء بالنار بعد أن لجأوا إلى مدينة تعز التي تتعرض هي الأخرى لقصف عشوائي يوميا بنيران الميليشيات. الآلاف ممن يعولون أسر تركوا أعمالهم ومصادر دخلهم ومنازلهم وأصبحوا بلا مأوى في وضع معيشي قاس. وكون الحديدة المحافظة الأسوأ في اليمن من حيث نسبة الفقر وسوء التغذية
الأمر الذي جعل المهجرين منها تتضاعف معاناتهم على يد الميليشيا الحوثية. حبسونا على طول، عاقبونا عقاب شديد، ضربونا ضرب، قالوا خلاص احنا نشمزكم ودخلونا بصندقك. هربت، تسطر على السواق وبهرب برا، قزوا يعني في ناس اصحاب خير ما يعني ما استقبلوا من بعيد، بس بال 16 في خنادق في ذا مسكونا. احنا قالوا خلاص تعالوا اطلعوا، ونحن قلبنا على قام، قلبنا ما قال حقنا الساعه وخرجوا. نحن بزينا نفسنا مشينا، ويعني لقينا تعز احنا يعني نحمي نفسنا احنا من الحوثة. قضية التهجير واحدة من الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيا الانقلابية سواء في تعز أو غيرها من المحافظات، وسط صمت المنظمات الدولية تجاه انتهاكات الميليشيات. مهجرو الحديدة صورة واضحة من بطش ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق المدنيين الذين يطالبون المجتمع الدولي إنقاذهم من بطش الميليشيات الانقلابية. بلال الصبري لبرنامج المشهد اليمني، تعز. أهلا بكم من جديد بعد هذا التقرير الذي جاءنا من تعز، وهي معاناة يعانيها الشعب اليمني. يعني دكتور عبد الرب، الأستاذة رضية تحدثت بأن هنالك معاناة كبيرة للنازحين، وربما أن مأرب هي مثال، وهو مثال ينطبق على كل المناطق التي جاء إليها هذا السيل الكبير من النازحين. بدون شك بأنكم بعد 400 ألف شخص و يعني هذه القفزة إلى قرابة ثلاثة ملايين نازح، بدون شك بأنه تحدي كبير. كيف واجهتم أنتم هذا التحدي في مأرب؟ أخي العزيز، مثل ما ذكرت الأخت وأيضا أنتم تشاهدون حسب وجودكم داخل هذه المحافظة وتنقلاتكم، نحن في الحقيقة أوجدنا هناك خطط طوارئ سريعة، خطة طوارئ في مجال الأمن الغذائي، في ايضا خطه في مجال الامن التعليمي، في ايضا خطه هناك كانت في مجال الامن الصحي، ايضا في المجال التنموي. مثل ما ذكرت لك كانت شارعين، تفاجأنا ان احنا مضطرين ان نعمل بعض المتنفسات لبعض المدينه ايضا، وانتم تشاهدون يعني هناك تم توسعه في بعض الشرع حتى الناس تكون الحركه سلسه. ولو لاحظت انت في هذا العيد كان شيء لا يخيل، محافظة مأرب الذي لم تعهده يعني حتى في التاريخ القديم أن يظل الناس الليل حركة مثل حركة النهار. طبعا احنا في هذه المحافظة وضعت خطة، وضعت هناك لجنة لمتابعة ما نستطيع أن نقدمها، بالذات يعني في مجال هناك الكهرباء تضاعفت، طلباتها تضاعفت، في هناك التعليم أيضا طلبات، وهناك نازحين نزحوا بأبنائهم وعلى أساس أنهم يريدوا أن يدرسوهم ويواصلوا التعليم، فكان هناك أمر لازم أن يتم حله. وحتى على مستوى الصحي، على مستوى أيضا الصحية، فبس أنا أخذها جانب، أخذ مثلا جانب التعليم، فتم هناك الجانب هذا أنه تم توسعة مدارس المحافظة التي كانت فترة صباحية، الآن تم إضافة فصول من الفصول الدراسية المؤقتة ولازالت في ازدياد وفي طلب ايضا المدرسين. احنا ايضا تم الاستفاده الكبرى من اخوتنا الافاضل النازحين الذي الضيوف الاعزاء في هذه المحافظه، في هناك كوادر تعليميه تم الاستفاده منها، وايضا سواء في المستوى الجامعي او في مستوى التعليم الابتدائي والاساسي والثانوي. وهناك ايضا لدينا خطه الان على سبيل اليوم نناقش على مستوى المحافظه، هناك سيتم اضافه حوالي 40 الى 50 مدارس إضافية من أجل استيعاب أخوتنا ضيوفنا النازحين الذي أتوا إلى المحافظة. أيضا في هناك قوة تعليمية، أيضا اضطرت المحافظة في ظل هذا الوضع الاستثنائي، أنت تعرف وزارة التعليم عندما سيطرت عليها الميليشيات الانقلابية لم يكن هناك حتى المنهج، فتم طباعة منهج تقريبا 1,200,000 كتاب لجميع المدارس من أول ابتدائي حتى
الثانوية، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل سيشاهد النازح وأبناء المحافظة سيسلم هذا العام، سيكون عام متميز أن الطالب يجد الكتاب من أول يوم حتى يتعلم ويدرس. وأنت تعرف هذه برضه مرحلة تجب أن ننتبه، تأتي إلى القطاع الصحي. القطاع الصحي أيضا تم في توسعة، هيئة مستشفى مأرب أيضا قدمت لها يعني معونات من أخوتنا بالذات من في مركز الملك سلمان. أيضا لا لإنساني أنه حتى في مجال التعليم تم تقديم هناك مقاعد دراسية نشرناها ولمساعدة الطلاب بالذات في المرحلة الابتدائية الذي هي المرحلة الأساسية، وهذه المرحلة الصعبة قدمت من أخوتنا وأشقائنا في المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية. نأتي إلى القطاع الصحي. القطاع الصحي أيضا أنت تعرف أن هناك حالات وبائية وفي أمراض الناس أتوا بعض الأحيان، وأنت تعرف 3 مليون نسمة، لازم تكون هناك خدمات صحية تتواكب مع هذا العدد. مع هذا العدد كانت هناك هيئة مستشفى مأرب، تم هناك توسعة، تم إضافة مركز الأطراف الذي هو الآن أبناءنا وأخوتنا وأشقائنا الذين يبذلون دماءهم بدل أن يذهب خارج الوطن اليوم، وهذا أيضا قدم بتعاون من الأخوة في وأشقائنا مركز الملك سلمان، تم تأثيثه وتجهيزه وأيضا توفير السفر على المريض. تم أيضا إضافات أجهزة نوعية للمختبرات وأيضا أو أشعة، وأيضا تم إضافات كلها سواء للأجهزة التشخيصية إضافة نوعية ساعدت المواطن سواء أبناء المحافظة أو القاطن فيها على تسهيل وتقديم الخدمات. تأتي إلى جانب أيضا العلاجات والأدوية، أيضا تمت إلى جانب ما وفرتها المحافظة، أيضا ساعدنا على تذليل وتخفيف معاناة النازحين في هذا الجانب. نأتي إلى جانب آخر وهو جانب النازحين الذين هم متوزعين في بعض الأماكن مثل كلية المجتمع. أنت تعرف الآن نبحث على صرف صحي، والصرف الصحي بعض الأحيان يعمل لنا انعكاسات إذا لم يكن متطابق مع على الأقل تخفيف المعاناة. في هناك بعض المنظمات حاولت أن تتدخل، لكن لا هذه اللحظة لم يصل شيء للأخوة النازحين في هذا الجانب. لازلنا، وأنا أقولها في حقيقة، الأمن الغذائي أيضا ناقص للنازحين في هذا المحافظة. نحاول من وقت لوقت آخر مع ما يقدمه الأخوة في مركز الملك سلمان من سلات غذائية أن يحسن في هذا الجانب أو يقدم شيء. حتى تتعرف الأسرة اليمنية، الأسرة اليمنية متوسطها من 7 أشخاص إلى 5 أشخاص إلى بعض الأحيان 10 أشخاص إلى 15 شخص في الأسرة، فهذه تتطلب أيضا تخفيف الأعباء في هذه المرحلة. طبعا نحن نواكب كسلطة محلية ما نستطيع أن نقدمه سواء في مجال التعليم أو في مجال السهل. تجي لي إلى جانب المياه، فيه لدينا مشروع الآن تضاعف وتقدم لنا، المحافظة تدخلت وعادت جميع الآبار وشبكة المياه حتى تصل إلى جميع الساكنين في عاصمة المحافظة، والاستفادة من مشروع المياه حتى تخفف المعاناة والأعباء لهؤلاء الضيوف الأعزاء. جانب آخر مهم جدا الأمن. هناك برجع لك في الجانب الأمني أكيد. تفضل أستاذ رضية. زي ما ذكر الدكتور في تدخلات كثيرة للمحافظة، وفي تدخل ومساعدة قوية من مركز الملك سلمان، لكن أين منظمات الأمم المتحدة؟ أغلبها أين تدخلاتها هنا في محافظة مأرب؟ أنا أعرف أني معها مكتب في صنعاء ولها تدخلات الآن في صنعاء ودعم كثير للمضطرين للحروب وللنازحين في صنعاء، كمان في نازحين ايضا في كذلك مركز الملك سلمان يصل حتى صنعاء، وفي صعبة لهم ايضا مكتب ولهم تدخلات ولهم دعم سياسي يعني كبير جدا. طيب اين تدخلاتها هنا في محافظة مأرب لهذول النازحين اللي 3 مليون؟ يعني نحن نطالب الامم المتحدة بقوة كنازحين وكناشطين حقوقيين، لابد ان يكون لهم هنا مكتب في مأرب، لابد ان يكون لهم تدخلات واضحة في الجانب الصحي، في الجانب التعليمي، في الجانب الكهرباء، المياه، اين تدخلاتهم؟ يعني نطالبها للان لم نجدها للان، ما ادري ما هو السبب. ولكنهم يتحدثون كثيرا في وسائل الاعلام، انا اري ما يرددون يعني. أين التدخلات؟ لم نرها ولم نشاهدها. أين المكتب أساساً الذي في محافظة مأرب؟ يعني أنا أظن من سنوات ونحن نطالب فتح مكتب في مأرب ولا إجابة لهذا. نشوف الإجابة عند السلطة المحلية. أستاذ ناصر والأخوة المشاهدين، للأسف الشديد وهذه نقولها بكل مرارة، كنا نظن أن مؤسسات الأمم المتحدة تكون على قدر من المستوى الإنساني الذي ينادون به من وقت إلى وقت آخر، لكن للأسف الشديد
لم يتحقق. نحن كسلطة محلية خاطبناهم إلى جانب خطاب دول التحالف أن تفتح مكاتبها في المحافظات الشرعية للأسف الشديد الآمنة وكنا والتزمنا ونحن التزمنا وعملنا رسائل وخاطبنا مكاتب الأمم المتحدة أنها تنزل. للأسف الشديد نزلوا قبل يكون حوالي شهر، تفاجأوا الموظفين قالوا لم نعرف ولم نشاهد هذا العدد المهول، كانت ترفع لنا تقارير أنها غير صحيحة. لكن للأسف الشديد غير صحيحة من مين؟ هم منهم أنفسهم للأسف الشديد، هم يرفعوا التقارير وهم الذي يخفضوها. لأنها ماذا تنتظر من مكاتب هي تعيش تحت وطأة ميليشيات حوثية مثلها مثل المواطن الذي يعني تستقي المعلومات من الميليشيات نفسها وتعكسها. وللأسف الشديد أن المستقبل لا يغربلها ولم يطلع الحقيقة، رغم أن هناك منظمات سمحنا لهم وقلنا لهم أنزلوا ونحن سنوفر لكم الحماية، ونزلوا ورفعوا تقارير. في بعض التقارير هي موجودة لدينا طرحوها. للأسف الشديد لازلنا اليوم وننادهم أن مكاتب الأمم المتحدة لم تقم واجبها، وأخص بالذكر منظمة اليوتشا الذي هي المسؤولة لتنسيق تقديم الخدمات للنازحين. هناك مماطلة، هناك لم يعملوا لهم ممثلية في مكاتب، رغم أننا استعدينا كسلطة محلية ونحن على كامل الاستعداد لإيجاد مكاتب لهذه المنظمات حتى تأتي وتباشر عملها مباشرة مع النازحين الذين أتوا وهجرتهم الميليشيات الإنقلابية. نحن نطالب أيضا أن المكاتب الأمم المتحدة أن تكون تقاريرها بشفافية. لا يمكن أنها تستقي وتتلقى تقاريرها من الميليشيات الحوثية الإيرانية وتنقلها كما هي، لأنها لا زالت هذه المنظمات تحت وطأة الميليشيات، وإذا لم ترفع لها ستتخذ عليها إجراءات، ولذلك تخاطبها وكأنها أصبحت أداة من أدوات. أنا أقولها بصراحة وأنا مسؤول في سلطة محلية أنه مكاتب الأمم المتحدة التي تحت وطأة الميليشيات الحوثية أنها تنفذ أجندة الميليشيات الحوثية الإيرانية التي أتت على الشعب اليمني. إذن بعد هذا الحديث من المسؤول هنا في محافظة مأرب وهو وكيل محافظة، نذهب إلى عدن مشاهدينا الكرام ولمشاهدة جانب آخر من معاناة النازحين الذين هربوا من آلة القتل والتهجير، آلة الحوثيين وميليشياتهم المدعومين من إيران. تواصل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران المتاجرة بدماء ومعاناة أبناء محافظة الحديدة بهدف تحقيق مكاسب إعلامية تقوي موقفها السياسي والميداني. ومنذ انقلابها على الشرعية في العام 2015 اتخذت الميليشيا المتاجرة بدماء الشعب اليمني منهجا وسلوكا لها، سعيا منها لكسب تأييد دولي من قبل المنظمات الحقوقية، بينما تقوم بتهجير المواطنين من منازلهم إلى المخيمات قسرا. فحكاية التهجير القسري تحكيها بألم شديد السيدة سعيدة النازحة من الحديدة. ما قدرنا عاد نتحمل فهربنا، بعنا معانا بيوت بعناها وخرجنا، ما حد سلع يعني أعطانا حق السيارات، خرجنا احنا وأولادنا، معايا 2 أولاد معايا 5 بنات، هربنا من الحديدة لأنه من نصهم حوامل ونصهم غاضين عندهم أطفال مشلولين، كيف نهرب؟ كيف نسوي؟ كيف نغامر؟ كيف تخرجي بولدك يشتغل عليك ما تأمني يمسكوه في النقطة؟ النقطة حوتي، صاحب البترول حوتي، صاحب مدبة الغاز حوتي، صاحب المعرض حوتي، فين تروح تشتكي؟ ولجأت الميليشيا إلى عدد من الطرق الخبيثة التي سعت من خلالها إلى كسب التعاطف الدولي معها بهدف عرقلة تحرير مدينة وميناء الحديدة. وكان من أبرز الوسائل التي استخدمتها الميليشيات في الحديدة هي قصف المدنيين، كما حصل في مدينة الحديدة عندما قصفت الميليشيا ميناء الاصطياد ومستشفى الثورة بالتزامن مع اجتماع مجلس الأمن وتقديم المبعوث الدولي الإحاطة الخاصة بشأن اليمن. خرجنا غصبا عننا احنا، والممارسات التي تمارسها الحوثيين
كانت عنيفة علينا تمام. وبعد ذلك أجينا كل ما بنتكلم من أي كلمة عدل أو أي كلمة أو كرامة أو في حقنا نتكلم ما لناش أي كلمة أبدا، بل يقابلوا احنا بالبندق طوالي في صدرك في راسك، يقابلك بهذه الطريقة بالعنف. فبهذا اضطرينا أن احنا نسيب أولادنا حتى ونسيب كل منازلنا كلها سبناها وانزحنا إلى محافظة عدن. لم تكتفي الميليشيا بقصف المدنيين وحصارهم وتهجيرهم، بل لجأت إلى اتخاذهم دروعا بشرية، حيث حصرت الميليشيا منازل المواطنين في الدريهمي وحولتها إلى ثكنات عسكرية بعد احتجازها المواطنين ورفضها مغادرتهم المدينة، حيث يناشد أبناء الحديدة إنقاذهم من بطش الميليشيا التي حولت منازلهم إلى متارس عسكرية. من داخل إحدى المخيمات في محافظة عدن للنازحين من أبناء الحديدة، حيث يتمنون العودة لديارهم بعد تهجيرهم من قبل الميليشيات الحوثية بالقتل حينا وبالتجنيد الإجباري حينا آخر وباستهداف منازلهم. مروان نبيل لبرنامج المشهد اليمني عدن. شكرا لكل من يعني تابعنا من بداية هذه الحلقة وحتى انضم معنا، وكذلك دائما وابدا نقول بان الشعب اليمني ومن خلال هذه الاحداث جمعته على يد واحده، ان كنت قادما من البيضاء او من الجوف او حتى من صنعاء او صعدة او حتى قادما من اقليم او من حضرموت في مأرب فانت ابن اليمن. يتفقون هنا بان اليمن هو رقم واحد وبان الميليشيات الانقلابيه ستنقلب وتنكفي على نفسها، ويبقى الإنسان اليمني هو المعني بكل تنمية في هذا المكان. حتى وإن طالت المعاناة لابد للنهار من الظهور ولابد للصباح من الظهور. هذا ناصر حبت المشاهدين يودعكم بإذن الله حلقة مقبلة جديدة من المشهد اليمني، في أمان الله.